طيب ذا كيوب روت اوف راشونال نمبر، احنا خدنا قبل كده السكوير روت اوف راشونال نمبر. احنا اتفقنا راشونال نمبرز اللي هم كل النمبرز بتوعنا العاديين ما عدا بس بعض حاجات مش راشونال، يعني مثلا الحاجات اللي مالهاش روت زي روت 7 ده مش راشونال، ال 7 مالهاش روت. الباي في بعض حاجات كده هي اللي نوت راشونال، لكن كل النمبرز اللي عندنا تعتبر راشونال، كل النمبرز اللي بتقول تعتبر راشونال ما عدا الحاجات البسيطه دي. طيب السكوير روت عشان نفتكره، السكوير روت كان يقول لي مثلا ايه سكوير روت اوف 16، فانا كان قدامي حاجتين، يا اما اقول 16 دي كام تايمز كام بس يكون نمبر تايمز اتسلف. 16 دي كانت 4 تايمز 4، واحد يوم قال لي طب ما هي 2 تايمز 8، لا مالكش دعوه ب 2 تايمز 8، خليك يكون شكل بعض 4 تايمز 4. طيب يبقى كده سكوير روت 16 تاخد واحده بس 4 خلاص على كده. طب سكوير روت مثلا اوف 25، قوم سال نفسك 25 كام تايمز كام بس كام تايمز اتسلف، يعني كانت 5 تايمز 5 خلاص يبقى سكوير روت 25 ايكوال 5. وفي ناس يعمل ايه؟ كان بيعمل او الاساس ايه في الموضوع دوت؟ ان يقول لك مثلا ال 16 يقوم ماسكها عامل لها فاكتورايز كده 16 كده فاكتورايز خدناه زمان واحنا صغيرين، يقوم ماسكها عاملها ديفايد 2 بيجرب على النمبرز دول اللي هم 2 و 3 و 5 و 7 اللي هم البرايم نمبرز، وفي 11 و 13 بس احنا غالبا بنستخدم لحد 2 3 5 7 يعني. طيب نجرب 16 ديفايد 2 يديله 8، يرجع طول ما هي تنفع ال 2 يفضل شغال على ال 2، ديفايد 2 يديله 4، ديفايد 2 يديله 2، يعني بيعمل ديفايد هنا ويحط الانسر هنا، ديفايد 2 يديله 1. بيجي ياخد من كل اثنين واحده، من كل اثنين واحده ازاي؟ يعني ياخد من الاثنين دول واحده، من الاثنين دول واحده، يعني من كل 2 نمبرز ياخد واحده بس، ومن الاثنين اثنين دول ياخد واحد. طيب يجي في الاخر يقوم عامل ايه؟ اللي طلعوا دهم التو التو اللي طلعوا في الاخر دول يقوم عاملهم تايمز بعض، تايمز بعض 2 تايمز 2 يديله كام؟ يديله 4، يقوم قايل لك يبقى سكوير روت 16 يدينا 4. بس الحركه دي احنا ممكن نعملها مع مين بقى؟ مع النمبرز الكبيره قوي، يعني مع النمبرز الكبيره قوي ازاي؟ يعني جاب لي مثلا في مثلا قال لي هات لي سكوير روت اوف 225، طب انا دي مش عارفها، يعني الثانيه كانت سهله 16 4 تايمز 4 25 5 تايمز 5، طب دي بقى نعمل لها ايه؟ قال لك بسيط اعمل لها فاكتورايز اللي احنا سائلين عليه ده على جنب كده اهو، بس اجرب على مين؟ اجرب على النمبر 2 3 5 7 11 13، بس احنا غالبا بنجرب لحد 7 يعني ما بتلاقيش ارقام كبيره معاك لحد 11 والكلام ده. طيب نجربها ازاي؟ اهو سهله خالص، هاجي على 225 ومكتبها هنا، وكان الخط ده هو خط الديفايد، كان الخط ده هو علامه الديفايد، وابتدي اجرب. طب 225 لو انا جيت اجربها على 2، لو جيت اعملها ديفايد 2، لو جيت حتى تجربها بالكالكوليتر 225 ديفايد 2 هتدي لك ديسيمال، الانسر ديسيمال، يبقى مش نافعه على 2. طيب نجربها على 3 كده، تنفع على 3؟ اه، حط هنا 3. لو انا عملت 225 ديفايد 3 سواء بدماغي او سواء بالكالكوليتر هتديني كام؟ هتديني 75. اقوم كاتب الانسر هنا، يعني انا كاني بعمل 225 ديفايد 3 تقوم مدياني 75. ال 225 بتتحط هنا في البدايه، اللي انا عملته ديفايد عليه ده بيتحط الناحيه دي، علامه الديفايد ده الخط ده. الانسر اللي طلعت 75 اتحط على ايه؟ على الشمال كده. طيب نقوم مجربين على 3 تاني، والله نفعت نفعت، ما نفعتش نقلب على الرقم اللي بعده اللي هو الفايف، بس ما نرجعش لل 2 تاني بقى لان انا جربت ال 2 في الاول وفشلت، فلو انا جربتها تاني برضه هتفضل تفشل معايا، فعشان كده انا هجرب ايه على 2 ما نفعتش اقوم مجرب على 3. طيب افضل شغال على 3 لحد ما تنفعش اقوم مجرب على الفايف، افضل شغال على الفايف لحد ما تنفعش اقوم مجرب على 7 وهكذا لحد ما المساله تنتهي هنا ب 1. 75 ديفايد 3 هلاقي ادتني 25، كاتب 25. طيب 25 اكيد لو جيت اجربها على 3 مش هتنفع، مش هتنفع، مش هتنفع بتاع اصلا 25 مش نافع ديفايد 3 خلاص اقلب على اللي بعده اللي هو 5 جربها على 5 طبعا هتنفع على 5 25 ديفايد 5 ايكوال 5 او كاتب 5 اكيد افضل بقى نكمل على 5 طالما كل ما انا 5 شغاله معايا، ثم الفايف شغاله معايا افضل نكمل على الفايف.
يبقى 5 ديفايدد 5 ايكوال 1. طالما وصلت ال 1 يبقى انا خلصت الايه؟ الفاكتورايزيشن ده. طيب السكوير روت شغال على ايه؟ بياخد من كل 2 واحده. يعني ايه؟ دول 2 3 اهم يقوم واخد منهم واحده. طب دول 2 5 يقوم واخد منهم 5 واحده. طب اللي طلعوا دول يعمل فيهم ايه؟ 3 و5 ومعملهم تايمز بعض. 3 تايمز 5 ايكوال 15. بس يبقى الانسر بتاعتي 15 والسكوير روت بتاعتي 225 ايكوال 15. ناخد انذر اكزامبل كده. 200 سكوير روت ل 256. طب 256 ده انا ما اقدرش بدماغي كده اعرف هي كام تايمز كام على طول. هو طبعا فيما بعد بكتر شغلنا السنين الجايه السنه دي والسنه الجايه هتفضل لما نبقى حافظين ان 225 الروت بتاعها 15 على طول. دي من كتر ما بيتكرروا في المسائل. في روتس كده هنبقى حافظينها. يعني دي هتطلع ان شاء الله 16. من كتر بقى شغلي والخبره هتبقى كتر الحل هتبقى حافظ حاجات كده من دي. وممكن اجيبها على الكالكليتر اصلا. طب ليه انا ما اجيبهاش على الكالكليتر؟ لان فيما بعد هيبقى ايه؟ هنضطر نعملها كده. في بعض المسائل هنضطر نعملها بالبرايم فاكتورايزيشن ده. فاحنا نعرفها الاول وزود كالكليتر عشان هنستخدمها فيما بعد. والكالكليتر امره سهل، انا لو ضربت دي على الكالكليتر خلاص سكوير روت له زرار اهو على الكالكليتر واكتب 256 خلاص وايكوال هتقوم طالع لي 16. طبعا عايزين نعرفها من غير كالكليتر الاول. طيب من غير كالكليتر هنعمل ايه؟ اهو ال 256 هكتبها يلا. قلنا النمبرز اللي بجرب عليهم اهو. طبعا في نمبرز ثانيه 11 و13 وكل البرايم نمبرز ينفعوا، ولكن احنا دايما غالبيه التجارب بتمشي على دول، معظم المسائل بتمشي على دول. طيب نجرب على التول الاول. يعني اعمل ديفايد التول، نكتب التول. طب 256 ديفايد التول هتديني كام؟ هتديني 128. طيب نجرب ثاني على التول، ديفايد التول تديني 64. طول ما هي نافعه مع التول افضل على ديفايد التول، ديفايد التول. اول ما تفشل مع التول نخش على الثري، نجرب على الثري. طيب هتنفع التو؟ اه هتنفع، هتديني 32. هتنفع التو؟ هتنفع، هتديني 16. التو هتنفع؟ اه تدينا 8. ديفايد التو تنفع؟ اه تدينا 4. طب ديفايد التو تنفع؟ اه تدينا 2. طب تو تنفع ديفايد التو؟ اكيد تدينا 1. اه طالما وصلنا ل 1 يبقى احنا خلصنا. طيب نبتدي ناخد من كل 2 واحد، يعني من دول كده من دول كده واحد، من دول كده واحد، من دول كده واحد. طيب اللي طلعوا دول بقى نعمل فيهم ايه؟ نعملهم تايمز بعض. 2 تايمز 2 4 تايمز 2 8 تايمز 2 16. يبقى الانسر 16. طب عايز اعمل تشيك لاجابتي اشوف صح ولا غلط، جرب اعمل 16 تايمز 16 هتلاقيها فعلا طلعت لك 256. يعني بمعنى صح ال 256 دي كانت عباره عن 16 تايمز 16 واحنا خدنا 16 واحده. بس انا كنت اعرفها ازاي بقى انها 16 تايمز 16؟ يا اما بالكالكليتر يا اما كده. ما انا ما اقدرش ايه؟ لا انا مش نمبر صغير زي ال 25 ولا ال 49 ولا ال 9 ولا الكلام ده. ده نمبر كبير فانا اعرف، وفي ارقام اكبر من كده. انا اعرفها ازاي؟ لازم يا اما اعملها بالكالكوليتر يا اما اعملها كده. ولازم احنا نتعلمها ان شاء الله بالاثنين، ويزاوت كالكوليتر ويف كالكوليتر. على اساس ايه؟ ان انا في نمبرز بعد كده هتيجي هنضطر نعملها كده ويزاوت كالكوليتر، هنضطر نعملها كده ويزاوت كالكوليتر. او بمعنى صح في الكيوبك روت بالذات لو فهمنا ده هنفهم الكيوب روت او كيوبك روت. هنضطر نعمل كده بالطريقه دي في معظم المسائل. لو جينا بصينا على نمبر مثلا زي 64، لو انا قلت سكور روت بتاعه والله ده سهل، انا ممكن اجيبه على طول. سكور 64 انا حافظها من التايم تيبل اللي هي 8 تايمز 8، خلاص يبقى السكور روت بتاعها يتعدى. خلصت. اللي مش حافظها هيعمل برايم فاكتورايزيشن اهو، هيقوم عامل ايه؟ 64 ديفايد 2 هتديله 32، ديفايد 2 هتديني 16، ديفايد 2 هتديني 8. ديفايد 2 يديني 4، ديفايد 2 يديني 2، ديفايد 2 هتديني 1. تمام.
انت عايز ايه سكوير روت؟ تاخد من كل اتنين واحد، يعني تاخد من دول كده واحد، تاخد من دول من دول نعملهم الثلاثه تايمز بعض. بس يقول لك ده 6 2 2 2 6، لا ده احنا بنعملهم تايمز 2 تايمز 2 4 تايمز 2 8، فعلا طلعت الانسر. طيب طب افرض نفس المساله بس قال لي ايه؟ نفس المساله بس قال لي كيوبيك روت. صور بس الاول شوف ايه تبقى عارف، لو قال لي سكوير روت ولو قال لي كيوبيك روت. طيب لو قال لي بقى كيوبيك روت، يا ترى كيوبيك روت هيبقى نفس القصه دي؟ اه نفس الفاكتورايزيشن ده بالظبط، نفس الفاكتورايزيشن ده بالظبط، ولكن بدل ما كنت باخد من كل اتنين واحده هاخد من كل ثلاثه واحده. يعني ايه؟ يعني كده يعني اعمل نفس الفاكتورايزيشن ده اه، بس هاخد من كل ثلاثه واحده. يعني ايه؟ يعني الثلاثه ده هم اللي هي دي ودي ودي، هاخد منهم واحد، والثلاثه دول دي ودي ودي هاخد منهم واحد، عشان ده كيوبك روت. العلامه دي علامه الكيوب روت او الكيوبك روت. يبقى الكيوب روت انا هعمل ايه؟ هاخد من كل ثلاثه واحد، حتى بيتكلم عليه 3 اهو. واحد يقول لك طب ما السكوير روت مش مكتوب عليه 2، لا ما هو السكوير روت اصلا كان عليه 2 هنا، بس للاختصار ما بيكتبوهاش. يعني ايه؟ زي مثلا زي الاكس. طب ما الاكس دي كان عليها 1 هنا باور 1، وكان قبلها 1 هنا كوفيشنت بتاعها، بس ما حدش بيكتب دول. في اختصارات كده في الماث ما بكتبهاش يعني. فهي نفس القصه، السكور ده كان عليه 2 هنا بس ما اتكتبتش، شالوه بالاختصار. طيب الكيوبيك روت بقى ما يقدروش يختصروا بقى، قال لك مش كل شويه هنختصر، لا ده السكور روت هنختصر، لكن في الكيوبيك روت لازم نكتب الثري. ولما نكبر شويه في ثانوي هناخد الفورث روت، لازم نكتب هنا 4 وهنا 5 كده يعني، فورث روت 5. طيب انا كده خدت من كل ثلاثه واحد، اتفقنا النمبرز اللي بيطلعوا دول في ناس بتسميهم الابلز بتوعنا، يعملهم تايمز بعض 2 تايمز 2 كام؟ 4. بس يبقى كيوبيك روت 4. طيب طب السكوير روت احنا عارفينه ان هو كان ايه؟ كان 8 تايمز 8 يبقى 64، خدنا 8 واحد. طب ده ايه بقى؟ يعني 4 تايمز 4 هيدينا 64؟ لا، قال لك لا ده كيوبيك روت. يعني دول كانوا 3 تايمز بعض، يعني دي كان النمبر ده كان 4 تايمز 4 تايمز 4، وجربها على الكالكوليتر هيديك 64. لكن هنا محتاج اتنين شكل بعض. يعني ففي ناس بيشبه ده بايه؟ ان السكوير روت بيشبهه السكوير فاكتور. كان السايد ده 8 السايد ده 8، مش كده سموه سكوير روت؟ طب الكيوبك روت، الكيوبك روت عامل زي الكيوب، او كيوب روت عامل زي الكيوب. الكيوب له لينث ويدث وهايت. يعني لو ده 4 وده 4 وده 4 هيبقى الفوليوم بتاعه 4 تايمز 4 تايمز 4 يديك 64. ده بقى السكوير ملوش فوليوم، له اريا. لو انت ده السايد ده 8 والسايد ده 8 هيبقى 8 تايمز 8 64. يبقى السكوير روت خاص برقمين بس، الكيوبيك روت خاص ب 3 نمبرز بس، يكونوا ايه؟ اتسلف، يعني نفس النمبر اتعمل تايمز نفسه ثلاث مرات. لو جه بقى طبعا قال لي مثلا طب هات لي كيوبيك روت، دي كام واحده كده فور ريفيجن 27 سكوير روت 49. طيب كيوبيك روت مثلا 125 نيجاتيف 125. طيب سكوير روت لنيجاتيف مثلا 25. طيب السكوير روت من الكيوبيك روت في ميزه عن السكوير روت، الكيوبيك روت ممكن يشتغل على نمبر بوزيتيف وعلى نمبر نيجاتيف عادي جدا. السكوير روت لا، السكوير روت مع البوزيتيف يطلع انسر، مع النيجاتيف ما ينفعش. هو هينفع بس ان شاء الله لما نكبر شويه وناخد حاجه اسمها كومبلكس نمبر في ثانوي هينفع، هينفع يبقى في سكوير روت نيجاتيف 25. لكن الى الان احنا لسه في الريل نمبرز او لسه صغيرين شويه، ملوش بقى السكوير روت، مفيش للنيجاتيف نمبر، مفيش. حتى لو انت عملتها على الكالكوليتر هتلاقي الكالكوليتور قالت لك ايرور. لو كتبت كده سكوير روت لنيجاتيف 25 هتلاقي الكالكوليتور قالت لك ماث ايرور او سنتكس ايرور. فده كده هيديني ايرور، يعني ده كده ممكن اقول له ايه بقى؟ ريفيوز او نو انسر
has no answer تقول له refuse. ممكن لو انت بتحل equation تقول له phi بالنسبه لاخر واحده دي. انما مثلا square root 49 سهله دي مباشره على طول، 49 كانت 7 تايم 7 يبقى ده ب 7 على طول خلصت. طب تعالى على الكيوبك روت. الكيوبك روت انا محتاج نمبر تايمز نفسه ثلاث مرات مش زاده مرتين. اقوم سال نفسي 27 دي كانت كام تايمز كام تايمز كام؟ لو انا حافظ التايم تيبل هلاقيها عباره عن 3 تايم 3 تايم 3 ولازم يكونوا ثلاث ارقام وشكل بعض بالظبط. طب الانسر هتبقى مين فيهم؟ هي 3 واحده بس. طب انا مش حافظ التايم تيبل قوي وعايز اجرب الكالكوليتر، جرب يا سيدي. جرب على البرايم نمبرز 27. انت عندك مين البرايم نمبرز اللي هتجرب عليهم؟ 2 3 5 7. جرب جرب لي على 2. لو عملت 27 ديفايد 2 هتدي لك ديسمال هتديك 13.5. يبقى هي كده فشلت مع 2. طب نجرب على 3 هتجيب معايا 27 ديفايد 3 هتديني 9. وتفضل شغال على 3 عادي 9 ديفايد 3 هتديني 3. 3 ديفايد 3 هتديني 1. طب الكيوبيك روت بيقول لي ايه؟ خد من كل ثلاثة واحدة. ده وده وده هناخد واحدة يبقى الانسر 3 خلاص. طب النيجاتيف 125 النيجاتيف بقى طب يعمل ايه مع النيجاتيف؟ ريفيوز زي السكور روت؟ قال لك لا بيطلع النيجاتيف بره عادي جدا يعني النيجاتيف تطلع في الانسر عادي جدا. طب 125 في ناس حافظه هي 5 تايمز 5 تايمز يبقى الانسر ايه؟ نيجاتيف 5 عشان في نيجاتيف. طيب لو انا مش حافظها فبرضه هو نفس القصه. انا عندي 25 اجرب على 2 تدي ديسمال، اعملها ديفايد 3 تدي ديسمال، طب اعملها ديفايد 5 مش هتدي ديسمال، تدي لك 25. انا بجرب على 2 بعد 3 بعد 5 بعد 7. 5 تاني هتديني 5. 5 كمان هتدينا 1. خد من كل ثلاثه واحده اهو ايه الانسر بتاعتي طلعت فعلا 5. طب حطينا النيجاتيف ليه؟ عشان في نيجاتيف تحت الكيوبيك روت. لكن السكوير روت النيجاتيف ريفيوزد. في حاجة بقى مهمة جدا. لو جه قال لي مثلا سكوير روت خلينا في 64 عشان ايه؟ هو نمبر بينفع كيوبيك روت وسكوير روت. A باور 6 B باور 8 مثلا. طيب ولو جه قال لي مثلا كيوبيك روت 64 A باور مثلا 9 مش لازم B A و B كل مرة ممكن X و Y عادي X باور 9 واي باور مثلا 12 زد ممكن احط لي زد كمان عادي زد باور 3 مثلا. طيب في الحاله دي انا اعمل ايه بقى؟ طب بالنسبه لل 64 احنا عارفين نظام روت ال 64 والله يا انا حافظها يا مش حافظها. مش حافظها اعملها بالبرايم فاكتوريزيشن. حافظها انا عارف على طول ال 64 دي كانت 8 تايمز 8 خلاص يبقى روت 64 ب 8 خلصنا من 64. وهنا بالنسبه للكيوبيك روت والله لو انا حافظها ماشي عايز 3 نمبرز تايمز بعض يدينا ايه؟ يدينا 64 هو ال 4 4 تايمز 4 تايمز 4 يبقى اخد 4 واحد. مش حافظها هعمل البرايم فاكتورايزيشن واخد من كل ثلاثه واحده واجيبها. طب بالنسبه للليترز دول بقى اعمل فيهم ايه او الفاريبلز دول؟ قال لك بسيطه جدا. السكوير روت من اسمه انا قلت السكوير روت كان عليه 2 هنا. السكوير روت يقول لك اعمل الباور ديفايدد 2 ديفايدد 2 مش تاخد روت للباور لا اعمل باور ديفايدد 2 يعني انا اجي على 6 ده اعملها ديفايدد 2 هتديني 3 اقوم كاتب ايه باور 3. طب هنا ال 8 اللي فوق دي ديفايدد 2 تديني 4 يبقى دي بي باور 4 وخلصت المساله على كده. ده بالنسبه لايه؟ السكوير روت. طيب الكيوبك روت عنده 3 يبقى اكيد هعمل ديفايدد 3 يعني ال 9 دي هعملها ديفايدد 3 هنا انا عملت ديفايدد 2 جميل ده مع الليترز او مع الفاريبلز لكن النمبر العادي انا جبت له سكور روت عادي يا بالكالكوليتر يا بالفاكتورايزيشن يا بدماغي. طيب هعمل باور دي ديفايد 3 تبقى اكس باور 3. طب ال 12 برضه ديفايد 3 تديني 4. طب ال 3 هعملها ديفايد 3 هتديني 1 يبقى زد باور 1 بس الباور 1 اصلا ما بتتكتبش اساسا
بتبقى خمسة. طب افرض كان في مثلا كان فينا نيجاتيف مثلا على 64، عادي جدا تحط النيجاتيف في الانسر برضه، مفيش اي مشاكل. يبقى انا النمبر اللي هو في الاول ده بجيب له سكوير روت عادي جدا او كيوبيك روت عادي جدا. ولكن الباورز لها نظام تاني، الباورز بتتعمل ديفايدد 2 لو انا سكوير روت، ديفايدد 3 لو انا كيوبيك روت. طيب نفرض ان هو جاب لي فراكشن، سهله جدا سهله جدا. كيوبيك روت لنيجاتيف 27 اوفر 125. انا كل ما عليا ان انا اعمل ايه؟ اقوم جاي اخد كيوبيك روت اللي فوق وكيوبيك روت اللي تحت. يعني ايه كيوبيك روت اللي فوق اللي تحت؟ اهو كيوبيك روت 27. اسال نفسي هي كانت كام تايمز الاول؟ النيجاتيف دي هتطلع في الارز، عايز تحطها على السطر ماشي، عايز تحطها مع اللي فوق ماشي، او مع اللي تحت ماشي، بس مع حاجه واحده منهم بس، يعني هتحطها على السطر هنا، يا تحطها مع اللي فوق يا تحطها مع اللي تحت، ما ينفعش تحط في الثلاث اماكن او في المكانين. طيب ال 27 كانت 3 تايم 3 تايم 3 خلاص يبقى 3 تايم 3. ال 125 كانت 5 تايمز 5 تايمز 5 خلاص تاخد 5 واحد. خلص المساله عندك. طب لو جينا على دي احنا خدناها في ابتدائي قبل كده، ان انا ممكن اعمل ايه؟ بعمل تايمز وبعدين بلس عشان تتحول لايه؟ لفراكشن. يعني ده كان كيوبيك روت، هعمل 8 تايم 3 24، 24 بلس 3 27 اوفر 8. اقوم واخد كيوبيك روت 27 هيديني 3، كيوبيك روت ال 8 هيدينا 2، كيوبيك روت ال 8 هيدينا 2 وتبقى خلصت. طيب لو جينا على دي سوري دي فراق دي ديسمال بسيطه، انا ممكن احولها فراكشن عادي جدا. انا عارف ان الديسمال نظامه ايه اهو، كيوبيك روت 0.008، انا ليه دعوه بال 8؟ انا كاتب ال 8 كده اهو. طيب عد البوينت افتر هاو ميني ديجيتس، عد من يمين 1 2 3 وبعدين البوينت، طالما 3 يبقى انت اوفر 1000. لو البوينت بعد 2 ديجيتس يبقى انت اوفر 100 وهكذا. طيب ناخد كيوبيك روت ال 8 يبقى 2، ناخد كيوبيك روت ال 1000، ال 1000 ده لو انت لاحظت حاجه هو عباره عن 10 تايمز 10 تايمز 10، سهل يعني. ال 8 طبعا كانت 2 تايمز 2 تايمز 2 خدنا 2 1. وال 1000 عباره عن 10 تايمز 10 تايمز 10 اخد 10 1. طيب والله عايز تسيب الانسر كده ماشي، عايز تخليها ديسيمال تاني لان هو كانت جايه ديسيمال سهله برضه، عايز تحول ده ديسيمال نزل ال 2 واسال نفسك انا عندي هنا اوفر 10، اوفر 10 يعني البوينت افتر 1 ديجيت، يعني نحط البوينت على طول وبعدين زيرو. وفي ناس بيحل بطريقه ثانيه في الديسيمال، يقول لك ايه؟ انا اخد كيوبيك روت لل 8 كام؟ اه اخد كيوبيك روت لل 8 تبقى 2. يقوم قايل ايه؟ البوينت بعد ثلاث ارقام. طب خلاص يبقى البوينت هتبقى بعد رقم واحد. الثالث يعني. يعني اخد يعني لو البوينت بعد ست ارقام يبقى هي هتبقى بعد رقم واحد. كانك بتعمل البوينت ديفايد 3. البوينت هنا بعد ثلاث ارقام كانك بتعمل ديفايد 3 يبقى البوينت هتبقى بعد رقم واحد. يقوم قايل لك البوينت بعد على طول. في ناس بيعمل كده على طول. دي طريقه ثانيه يعني. عايز تحولها فراكشن وتاخد الروت تمام.